شكرا جزيلا عمر مصطفى، كان معنا على الهواء مباشرة من داخل غرفة الأخبار وموجز لأم لاب. شكرا جزيلا لك. الآن إلى استكمال جولتنا الصباحية من الآن إلى تونس التي يترقب شارعها تشكيل الحكومة الجديدة بعد تنصيب الرئيس قيس سعيد الذي كلف بتشكيل الحكومة وعقد العديد من اللقاءات مع أطياف سياسية مختلفة على مدار الأيام الماضية، في الوقت الذي لا تزال تحاول حركة النهضة التي حصلت على أغلبية مقاعد البرلمان لكنها ليست الأغلبية المطلقة تحاول الاستحواذ على تشكيلة حكومية جديدة بفرض أسماء بعينها لقيادة التشكيل المرتقب إلى جانب سعي لإقصاء متعمد باقتراح تشكيل حكومة مصغرة يقل عددها عن تشكيلة الحكومة الحالية التي يترأسها يوسف الشاهد. الأستاذ محمد حمادة الكاتب الصحفي ينضم إلينا في الاستوديو لتسليط الضوء على ما يجري في تونس في ضوء مخاض تشكيل هذه الحكومة. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا مرحبا يا فندم. ما الذي سيجري أو ينتظر أن يتم بخصوص تشكيل الحكومة إذا كانت حركة النهضة كانت قد قطعت كل خطوط الرجعة كما يقولون عندما قالت أنها وحدها هي التي ستستأثر بتشكيل هذه الحكومة وفق رؤاها هي؟ بداية منذ إجراء الانتخابات في 6 أكتوبر الماضي واستطاع حزب حركة النهضة أن يحصل على 52 مقعدا في مجلس النواب الشعبي في تونس. الآن وفقا للمادة 89 من الدستور التونسي تم تكليف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة، ومن ثم الآن حركة النهضة في إطار مفاوضات مع باقي الأحزاب لتشكيل الحكومة، ويعني لابد من الحصول على 109 صوت لتشكيل الحكومة، ومن ثم بعد ذلك يتم طرح الثقة في هذه الحكومة أمام مجلس النواب. منذ أداء الرئيس قيس سعيد إذا كانت حركة النهضة أو أي حزب داخل مجلس النواب الشعب يريد أن يشكل حكومة فعليه أن يصيغ تحالف ما أو ائتلاف ما، كيف ستتعامل حركة النهضة مع هذه المسألة؟ أتحدث مع حضرتك. يعني منذ أن أدلى اليمين الدستوري قيس سعيد برئاسته لتونس اجتمع مع حركة النهضة لتشكيل الحكومة، من ثم لابد من وجود تحالفات، وبالإضافة إلى بعض الأحزاب التي استطاعت أن تحصل على مقاعد في الانتخابات التشريعية للحصول على أغلبية في تشكيل الحكومة. الآن حركة النهضة في مأزق تشكيلي، خاصة أنها تحاول بقدر الإمكان التحالف مع حزب التيار الديمقراطي، وحزب التيار الديمقراطي استطاع أن يحصل على 22 مقعدا. أيضا هناك اتجاه للتحالف مع حركة الشعب 16 مقعد، وأيضا ائتلاف الكرامة 21 مقعد. تم الاستبعاد حزب قلب تونس بزعامة نبيل القروي، وأيضا الدستور الحر تم استبعاده في تشكيل الحكومة والتفاوض لتشكيل الحكومة التونسية المقبلة. إلا أن التيار الديمقراطي لديه شروط للتحالف مع حركة النهضة. نحن نعلم أن حركة النهضة تحاول بقدر الإمكان أن تحصل على أكبر عدد من الوزارات في تشكيل الحكومة الجديدة. وفقا للدستور، وفقا للمادة 89 من الدستور، يتم تشكيل الحكومة برئاسة حزب الأغلبية، بالإضافة إلى أنه الآن من خلال المفاوضات مع التيار الديمقراطي وضع شروط وأطلق عليها حركة النهضة، أطلقت على هذه الشروط بأنها شروط تعجيزية. هناك 5 شروط، منها على سبيل المثال رئيس الحكومة يكون مستقلا لا ينتمي إلى أي حزب، وطبعا ده يعتبر يعني هناك رفض من حركة النهضة لهذا الشرط، بالإضافة أيضا إلى تلتزم الحكومة بتقديم برنامج زمني مكتوب منشور نستطيع من تحدث عن اشتراطات بعض الأحزاب التي أيوة التيار الديمقراطي وهو الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات، أن يكون هناك برنامج واضح وبرنامج مكتوب ومعلن بتوقيتات محددة لكي تستطيع الأحزاب وكي تستطيع أيضا القوى المدنية محاسبة الحكومة في حالة الإخلال بالبرنامج المطروح. هناك أيضا أن يحصل حزب التيار الديمقراطي على وزارتي العدل والداخلية كأدوات لمكافحة الفساد السياسي المنتشر في تونس حسب زعم التيار الديمقراطي. هناك أيضا من ضمن الشروط أن يحصل الحزب على أداة
تحسين الإدارة من خلال وزارة الإصلاح الإداري. إذن هناك شروط تم وضعها من قبل التيار الديمقراطي للانضمام إلى تحالف تشكيل الحكومة الجديد. وفقا للدستور وفقا للمادة 89 من الدستور يتم عقب إعلان النتيجة بشكل نهائي خلال أسبوع. رئيس الجمهورية يتم يدعو إلى تشكيل الحكومة خلال شهر، ومن الممكن أن يمتد إلى شهر آخر. ومن ثم إذا لم تتفق الأحزاب وإذا لم تتفق حزب حركة النهضة مع باقي الأحزاب، يتم الاجتماع من قبل رئيس الجمهورية خلال 10 أيام مع الكتل السياسية والأحزاب السياسية واختيار شخصية توافقية لتشكيل الحكومة، وإعطاءه فرصة ما بين 45 يوم إلى 90 يوم لتشكيل الحكومة. في حالة عدم الوصول إلى نتيجة مرضية وتشكيل حكومي واضح ومحدد النسب ما بين الكتل والائتلافات الأحزاب، من الممكن أن يدعو رئيس الجمهورية التونسية إلى حل البرلمان ومن ثم إجراء الانتخابات مرة أخرى على الانتخابات التشريعية. وفق فقه الأولويات كما يقولون، كانت حركة النهضة تستهدف السيطرة على مجلس النواب أو السيطرة كما يقولون على منصب رئيس مجلس نواب الشعب، لذلك دفعت بزعيم الحركة على رأس قائمة في الانتخابات النيابية وقدمت نائبه في الانتخابات الرئاسية، ما فهم منه أن الاهتمام الأكبر من جانب قيادات الحركة بالانتخابات النيابية لا بالانتخابات الرئاسية. وفق فقه الأولويات، أليس من الأولى أن تضع الاهتمام الأكبر برئاسة مجلس نواب الشعب وتضع هذه التفاهمات في إطار مجلس نواب الشعب وتأتي بشخصية مستقلة حتى وإن كانت متفاهمة مع حركة النهضة لتولي الحكومة؟ يعني أنا دعني أوضح لحضرتك أنه وفقا لتصريحات عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة التونسية، أعلن تمسك الحزب برئاسة الحكومة وأن ده من حقه دستوريا ومن حقه من خلال الأصوات التي تم وزعيم الحركة عليها. نفسه راشد الغنوش بعد لقاء الرئيس قيس سعيد قال أن هذا حق أصلي الحركة ولن تتنازل عنه، بل تحدث أيضا أنه من الممكن أن يرأس الحكومة. نعم. إذن هناك تشبث من قبل حركة النهضة بالسيطرة على الحكومة. هناك أيضا وفقا للدستور التونسي من حق رئيس الحكومة أن يقوم بتعيين الوزارات، من حق رئيس الحكومة وفقا وفقا لإجراءاته أن يتم دمج بين الوزارات، إلا أن منصب وزير الخارجية ووزير الدفاع يتم بالتشاور مع رئيس الجمهورية. وهذا يعتبر ما حدث أول أمس من تبديل وتعيين وزراء جدد للدفاع وللخارجية بالتشاور مع بين رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد وبين رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد. تم تعيين وزراء جدد لموالين لحركة النهضة في وتم الإطاحة بالوزيرين خميس الجهناوي وعبد الكريم الزبيدي، لا أعلم إذا كان تم الاستقرار على أسماء بديلة أم لا. نعم، يعني دعني أوضح لحضرتك وللسادة المشاهدين، تم تعيين كريم الجاموسي وزير العدل الحالي وزيرا للدفاع بالنيابة بدلا عن عبد الكريم الزبيدي. نحن نعلم أن وزير بالإنابة إلى حين تشكيل الحكومة يعني دي جزئية. هناك أيضا تم تعيين صبري البشتبجي وزيرا للخارجية خلفا لخميس الجهناوي، ونحن نعلم أن الاثنين يعني لهم امتداد مع حركة النهضة، وبالتالي هناك عملية ترسيخ لحركة النهضة للحصول على أكبر قدر ممكن من الحقائب الوزارية في المرحلة المقبلة. لكن هو لم يكن منتظر أن يأتي السيد عبد الكريم الزبيدي وكان مرشحا أصلا لانتخابات الرئاسة أن يبقى في منصبه كوزير للدفاع ويستمر في وجود الرئيس الحالي. أعتقد أن يعني مع تولي رئيس الجمهورية الجديد هناك حالة من حالات عدم الرضا عن أداء عبد الكريم الزبيدي وأيضا عن أداء خميس الجهيناوي، خاصة أن وفقا يعني يوم الاثنين الماضي على سبيل المثال كان هناك زيارة لوزير الخارجية الألماني لم يحضرها خميس الجهيناوي، وبالتالي كان هناك تعمد من قبل رئيس الجمهورية الجديد بعدم الاهتمام بخميس الجهيناوي، وخاصة أنه تم حضور شخصيات أخرى بديلة لهذا الاجتماع، وبالتالي كانت إشارة لاستبعاده من وزارة الخارجية.
هناك أيضا حالة من حالات الترقب لدى الشارع التونسي في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة. يعني وفقا لتمسك حركة النهضة بالحكومة وبالحقائب الوزارية الجديدة، أعتقد أن هناك حالة من حالات عدم الرضا للاستحواذ من قبل حركة النهضة على الحقائب الوزارية الجديدة، وخاصة نحن كما تحدثنا منذ قليل أن حزب التيار الديمقراطي لديه شروط. الاجتماعات التي تمت خلال اليومين الماضيين من قبل رئيس الجمهورية بالأحزاب والكتل النيابية والكتل السياسية في الشارع التونسي، الهدف منها هو وضع خريطة طريق لاختيار الكفاءات الجديدة في التشكيل الحكومي أو في تشكيل الوزير الجديد، أنها تكون حكومة كفاءات، أن يكون هناك محاربة للفساد وأيضا للإرهاب والتصدي لعملية الفساد السياسي الموجود في تونس والذي عانت منه تونس خلال المرحلة الماضية. أعتقد أن في رأيي المتواضع أن خلال المرحلة المقبلة هناك حالة من الشد والجذر ما بين حركة النهضة وبين باقي الأحزاب، وخاصة أن هناك استبعاد لقلب تونس، وحزب قلب تونس استطاع أن يحصل على 38 مقعد وهو زعيم نبيل القروي، وهناك حالة من حالات يعني تحجيم لهذا الحزب وإبعاده عن التحالفات في تشكيل الحكومة الجديدة، ومن الممكن أن يكون هو المعارضة في للحكومة المقبلة. هناك أيضا حالة من حالات الترقب للبرنامج الحكومي. نحن نعلم أن تونس بتعاني من العديد من المشكلات والتحديات، منها على سبيل المثال انخفاض الدينار التونسي أمام الدولار من 1.7% إلى 3.2%، وإذن هناك حالة من حالات التدهور في المجال الاقتصادي. هناك أيضا انخفاض التحدي الاقتصادي أستاذ محمد كان التحدي الأهم على مدى السنوات الماضية، و يعني تراجع شعبية حكومة السيد يوسف الشاهد والحكومات التي سبقتها كانت مرتبطة بكفاءة الوضع الاقتصادي التونسي الذي لم يكن في أفضل حالاته، وربما حتى حالة السخط التي عمت الشارع التونسي كانت مرتبطة بجودة الأداء الاقتصادي. هل تملك حركة النهضة إذا ما قدر لها أن يلتئم جمعها مع حلفائها في أن تشكل هذه الحكومة، هل تملك برنامجا يحقق رغبات الشعب على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية؟ الشارع التونسي في انتظار هذا البرنامج، وكما تحدث حزب التيار الديمقراطي لابد أن يكون مكتوبا ومعلوما لدى الشارع التونسي لمحاسبة الحزب ومحاسبة الحكومة الجديدة. عندما يصل مثلا معدل النمو من أنه هو ينخفض من 2.4% إلى 1.1%، فطبعا ده تدهور في الحالة الاقتصادية بالنسبة لتونس. التضخم ارتفع من 4.8 إلى 6.8، وبالتالي هناك حالة من حالات عدم الرضا عن الاقتصاد التونسي، وأيضا ده بينعكس على جذب رؤوس الأموال، خاصة أن تونس كانت في القائمة السوداء لمكافحة غسيل الأموال منذ 2017، إلا أنها في 16 أكتوبر الماضي تم رفع اسمها من القائمة السوداء لمكافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب وغير ذلك، وده يعد يعني بداية جديدة لجذب رؤوس الأموال، وبالتالي هناك أيضا ارتفاع في معدل البطالة في الشارع التونسي، وكل هذه التحديات تواجه الحكومة الجديدة. لعل يعني الأولوية الآن هو الوصول إلى حل وسط مع باقي الكتل السياسية والأحزاب السياسية، وخاصة مع وجود يعني تيار مناهض لحزب حركة النهضة في تونس، وبالتالي أعتقد أن خلال المرحلة المقبلة سوف يتم العديد من التشاورات في بين الأحزاب. أستاذ محمد، لو أننا قسنا بتجربة الرئيس الراحل باجي قايد السبسي الذي كان رئيسا يؤدي أداء توافقيا لا بأس به، ورؤساء الحكومات الحبيب الصيد أو يوسف الشاهد أتيا وفق رغبة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، حتى عندما جرى الخلاف بين الرئيس السبسي وبين يوسف الشاهد لم تكن الأزمة كبيرة بالقدر الذي كانت تهدد فيه بقاء الحكومة. حركة النهضة ربما كانت تؤدي أداء منزويا نوعا ما، أو على الأقل يعني استمرت في تعهدها مع الرئيس الباجي قايد السبسي، وبرغم كل ذلك مستوى الأداء الاقتصادي كان سيئا بحسب الشهادات التونسية الرسمية، حالة الرضا من المواطنين لم تكن في أفضل حالاتها، لم يكن التوافق هذا ضمانة لكي يتحسن الوضع الاقتصادي. ما هي الضمانة التي يمكن أن تغير من واقع الاقتصاد التونسي مستقبلا؟
أعتقد من خلال التشريعات الجديدة التي تساعد في جذب رؤوس الأموال لتونس، وبالتالي خلق فرص عمل، وبالتالي رفع معدل النمو في تونس. أعتقد أيضا أنه لابد من وجود حريات، الحريات التي يستطيع من خلالها المستثمرين وأيضا أفراد الشعب التونسي أن يعبر عن رأيه بكل حرية، وبالتالي يظهر أن تونس الآن أصبحت في مرحلة جديدة، وخاصة أن الرئيس قيس سعيد أكد على الحريات، أكد على العمل بالدستور، أكد على التزامه بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية أمام العالم، وأيضا أمام المجتمع المدني والشارع التونسي. هناك أيضا رغبة حقيقية من قبل قيس سعيد في التصدي للفساد المستشري في الشارع التونسي وفي الحياة الاقتصادية على سبيل المثال. هناك أيضا أعتقد أنه وفقا لاستبعاد تونس من القائمة السوداء خلال الأيام الماضية سوف يساعد على تحسين تصنيفها على المستوى الائتماني، وبالتالي تستطيع أن تحصل على قروض ومنح من قبل المؤسسات الدولية لإقامة المشروعات التي تستطيع أن تحقق طفرة حقيقية اقتصادية. كثيرون في تونس يرون أنه لا مجال لتحسن الوضع في تونس إلا بمساعدة أو بإسناد من القوى الدولية الفاعلة، وتحديدا بعض دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية. التجربة الفائتة لم تحظى فيها تونس بالدعم الذي كانت تتوقعه من قبل هذه القوى. ماذا عن المرحلة الراهنة؟ هل من سيقيم علاقات مع تونس سيقيمها تأسيسا على تجربة ديمقراطية تبدو ثرية أو على الأقل هكذا تصنف، ولا ربما سيقيمها بمستوى أيديولوجي اتساقا مع الطبقة التي ستقود؟ أعتقد أن الآن قيس سعيد هو الذي يستطيع أن يجاوب على هذا السؤال من خلال تعامله مع القضايا سواء كانت داخلية أو مع القضايا الخارجية. هناك نشاط ملحوظ من قبل قيس سعيد في لقائه مع الأحزاب، لقائه مع وزير الخارجية الألماني الاثنين الماضي، لقائه مع بعض المسؤولين الفرنسيين لبحث العلاقات الثنائية وتعزيزها، وأيضا بحث الاستثمار في تونس، وأيضا التعاون في مجال الاقتصادي. إذن هناك رغبة حقيقية من قبل قيس سعيد. نحن نعلم أن حركة النهضة تحاول بقدر الإمكان أن تجذب قيس سعيد إلى فكرها وإلى أيديولوجيتها، إلى أن قيس سعيد لديه من الحصافة ولديه من العقلية ورجاحة العقل في أن يعبر بتونس إلى تونس جديدة، كما تحدث في خطابه وفي بياني عقب أدائه اليمين الدستوري. هناك ايضا هو عمليا ايضا يعني وفق الدستور التونسي فصلاحيات رئيس الجمهورية ايضا تبدو مغلولة الى حد بعيد باغلال السلطة التنفيذية برئيسها رئيس الحكومة وبمجلس نواب الشعب، وهذه كانت شكوى ربما في نهايات حقبة الرئيس الباجي قايد السبسي عندما قال انه لن يترشح، لكنه قال ان هناك تحفظات كبيرة على سلطات رئيس الجمهورية. إذا استمسكت حركة النهضة بالاستحواذ على مقاليد الأمور داخل تونس، أعتقد أن الأحزاب وباقي الأحزاب سواء كان المعارضة أو سواء كان بعض الأحزاب التي لديها شروط، من الممكن أن تسقط حركة النهضة في تشكيل الحكومة، وبالتالي من الممكن إذا لم تستطيع خلال شهرين من تشكيل الحكومة والحصول على الثقة من قبل مجلس نواب الشعب، من الممكن لرئيس الجمهورية أن يطرح اسم جديد وبالتالي تشكيل حكومة جديدة تتفق مع تطلعات وطموحات الشعب التونسي. نحن نعلم أن المجلس أو اللجنة التشريعية في تونس أو المجلس النواب التونسي هو الذي سوف يشكل الحكومة، بالإضافة أيضا إلى أنه هو صاحب الأمر والنهي في الأمور الداخلية في تونس، إلا أن الرئيس أيضا لديه الصلاحيات، لديه أيضا العلاقات الدولية وجذب التأييد الدولي سواء كان السياسي أو الاقتصادي. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد حمادة الكاتب الصحفي بالأهرام. ختام هذه الفقرة التي فيها سلطنا الضوء على الحكومة التونسية المرتقبة وعن نظرة سريعة في مستوى العلاقات الخارجية الذي يمكن أن تصيغه تونس في ضوء تغير في الطبقة الحاكمة بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي والانتخابات النيابية التي كانت في مطلع هذا الشهر. انتهت هذه الفقرة، لكنكم ستتابعون الآن
أبرز ما جاء في الصحافة العربية والعالمية حول أزمة تشكيل الحكومة، أو بالأحرى مشاورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة. شكرا جزيلا.